السلام عليكم ورحمه الله. مسبق على سو تي في، كيف كتبغي اليوم هكا توزعوا هنا في المحطه؟ معنا واحد سائق طاكسي وزراء نسوق بلا كتهضر في التليفون معصب هكا يهضر مع المشكل. غادي نشوف مع المشكل. السلام عليكم. عليكم السلام. السائق خويا واقف هنا المحطه كيهضر في التليفون وشويه مقلق ومالك. عليكم السلام ورحمه الله وتحيه كبيره لسو تي في. خويا مقلقين ومعصبين. بلاتي ديروا الميكرو باش نتكلموا. تفضل اخو بلا جلس. سمحت محطه هنا يا بسم الله. عاودي اخويا خويا قلتي السلام عليكم، تحيه كبيره لشوف تي في. قلتي هذا السائق المهني معصب ومقلق. خويا عندك الساعه معصبين ومقلقين، راك عارف المازوط غلا. اغلبيه السائقين ديال الطاكسي الله يلا خدامين فابور وعاضين في الصبر. كلنا نديروا 3000 ريال ديال المازوط في النهار، دابا ما يقارب 350 درهم في النهار، زيد 6000 روسيطه هي 13000 ريال. ولينا مشوا طوال على وليداتنا، وكاين بعض الاصدقاء والله ما عيدوا، والله ما شراو الحولي. وزير على ذلك، اسمح لي قاطعتك، زير على ذلك كانوا عندنا كورسات كل عام ملي يقرب العيد الكبير. هذا العام علمناهم بكري في اتساقنا المودي ما تعاولوش علينا، راه ما يمكنش نديوكم. كانوا مشيو علينا 5 كورسات قبل العيد لمراكش، كنت نديهم 1000 درهم. هذا العام كيما ودي سمحوا لي، راه 2000 درهم راه قاصحه عليكم، راه على الزياده ديال المازوط. بصح انا المازوط تزاد دابا، اعتذرنا لهم وراه وما ديناهمش، والسبب هو المازوط. واحد السيد هنا سميتو السي عزيز كيسول، قال لك فين هو الدعم؟ الدعم اخويا شوف، كاين اللي واخذو وكاين اللي ما واخذوش. اللي تيخافوا الله الناس ديال الطاكسي تعطاو الشافر، وكاين واحد الفئه والله ما عطاش قسما بالله. دابا مول الكريم وكشي هو اللي كياخذ مول الطوموبيل. مول الطوموبيل مول الطوموبيل. اما السيفور مسكين ما يقد يعطيه هذاك السيد اللي كان يخاف الله، راه تيعطيه. ما كانش يخاف الله راه ما تيعطيش. وهذه راه دوينا على هذا الموضوع شحال من مره. وشحال كيدير في المازوط كيبقى نفس الكرا ديال الطوموبيل؟ واش كينقص عليه ولا كيبقى نفس الكرا؟ غندوي انا على راسي مثلا 6000 ريال تياخذها مولاها يوميا. يوميا 6000 ريال. 6000 ريال يوميا. كيف كان الدعم؟ كيف ما كانش الدعم؟ كيف كنا نديروا 3000 ريال ديال المازوط في النهار، كيف ولينا نديروا 7000 ريال ديال المازوط دابا؟ المهم هو ما ضيعش. ممكن عرف 6000. هو يعرف 6000 9000 درهم في الشهر ريال ما تيتحيدش منه. لا في النهار. 6000 ريال في النهار. في النهار هكا. 6000 ريال في النهار. و 9000 درهم في الشهر. 9000 درهم في الشهر. تماما. وكيعرف غير فلوسه. ما تيضيعش. ولكن الشيفور اللي واكل العصا. حيت انا بزاف ديال الناس، واحد الاخ يونس هو كيقول لك خديتو الدعم. انت صرحتي لهم. كاين اللي خدا وكاين اللي ما خداش. واحد السيد قال لك زيد سميه وما تعيقش. ما فاش غنزيد على المازوط ولا 3 اطرو ب 1020. 3 اطرو ديال المازوط 1020 ريال. تسوي على الكليان معاك وما تعيقش. لا الكليان ما نزيدوش عليهم. ما نكذبوش عليك، شي نخدموا فابور ونصبروا 6 شهور ونصبروا عام وعامين، والكليان راه ما نزيدوش عليه. واحد الميساج اخر، راه اللي عنده راه يركب معانا، واللي ما عندوش اخويا راه نديوه فين بغى. دابا هذه المناسبه ديال العيد، الناس بشكل العائلات والناس اللي خدامين هنا وهكا حاولوا كيتواصلوا معكم في التليفون؟ ما قبل العيد ب 15 يوم تيتصلوا بيا الناس، كنت ندي 5 العائلات لمراكش. هذا العام انا اعتذرت لهم قبل ما يعيطوا لي، انا عيطت لهم قلت لهم ودي هذا العام ما تعاولوش عليا، راه كنت نديكم 1000 درهم لمراكش. دابا المازوط غالي، سمحوا لي الله يجزيكم بخير. وكان المازوط رخيص راه نديكم، ولكن المازوط غالي ما فهمتش صعيب عليهم تما، الله يكون في العون. كيف كديروا انتم اللي كتخدموا دابا في المدينه؟ كتخدموا في المدينه ديال الدار البيضاء، مدينه كبيره ومع الفيتاس كرا زيد كيتكال المازوط اكثر من اللي كيديروا دابا حاليا. لو جيتي تاكل 24 داخل الدار البيضاء، خرجتي برا تاكل لك درهم في الكيلومتر. راك عارف دابا الدار البيضاء راه مخنوقه، راه شوف راه اغلبيه السائقين راه عارفين هادشي. وزيد على ذلك شي وحدين كانوا عندهم السيارات ديالهم والله توقفوهم دابا ولا يركبوا معنا. واحد سي عبد الطيف قال لك المازوط غالي، خاص كلشي يوقف، الشعب كامل ناعس، خصو كلشي يوقف. ايوا راه الطوموبيلات هكا. ولكن انا شفت البارح ملي كتمشي تشوف كتلقى الناس في المحطه ديال الوقود، المحطه ديال الوقود ستاسيون، كتلقى الناس عامر. كاين لكم مثال الطاكسي، الطاكسي ما تيوقفش حتى نهار، باش يرى ديالك الكليان ولا داك الزبون باش يوصلوا فين بغا. والثمن كاينين الناس راه اغلبيه باغيين يزيدوا، ولكن حنا حابسين قبل ما ودي ما تزيدوش على المواطن. المواطن توا واكل العصا توا كثر منا، هادشي اللي كاين. خويا محمد هو ماشي قال غيدي ب 2000 درهم، قال غيتقام عليه ب 2000 درهم.
حيت المازوت دوبل. دوبل ما قدرش يدير كليان. ما قدرناش. ما قدرتش تقول كليان ديالنا كنا نديو كان المازوت رخيص نديو 1000 درهم وتنصورو مع مطريب ديال الخبز، ودابا راه 1500 درهم وما كاين حتى حاجه. هذا هو المشكل اخويا. شي رساله تبغي توصلها للناس الكليان ديالك او للناس صحاب الطاكسيات وهكا كيفاش؟ بالنسبه للكليان راه مرحبا والف مرحبا، كما قلنا اللي عنده راه غير ركب واللي ما عندوش على راسنا وعينينا، وتنتمناو من القدام المازوط ينخفض وترجع المياه للمجاريها. راه حنا مضرورين دابا ولكن صابرين تيح الله الكريم. دابا كيفاش اللي ما عندوش انت ما كتقول المازوط غالي كتقول اللي ما عندوش ديه؟ جات عندي واحد المراه مريضه ولا جات عندي واحد المراه مريضه مثلا قالت لي ولدي انا ما عنديش وباغا نمشي للسبيطار، والله تنديها. الناس هما تيشاهدونا، راه انا شوف معكم هشام من طاكسي مدينه الدار البيضاء بالضبط البرنوسي، اللي ركب معايا وما عندوش مرحبا والف مرحبا. الصوره ديالي راه هي توريكم، اللي بغى يمشي للسبيطار وما عندوش مرحبا والف مرحبا، اللي ما عندوش بغى يتنقل من البلاصه للبلاصه مرحبا والف مرحبا. هادشي راه تنديروا فيديوهات ابار اليوم معك في الصحافه. كيفاش جاتك الفكره باش تعيط لشوف تي في وهكا باش توصل الصوت ديالك؟ والفكره باش جاتني باش نعيط لشوف تي في راه تقهرت، كنت نصور 200 درهم نخدم نهار ورايح نهار بحال اللي خدام 100 درهم، ودابا 6000 ريال ديال الوسيطه ولا تجينا غالي مع المازوط غالي. كنا تنديروا 3000 ريال في النهار ديال المازوط، دابا ما يقارب 7000 6600 المهم فايته 6000 ريال. تمحلنا بزاف ولكن الحمد لله. شنو اخ هشام شنو الحل في نظرك؟ والحال تنتمناو من الايام المقبله ينقصوا لينا من المازوط باش حنا نبقاو راضي للكليان وما نزيدوش عليه. هادشي اللي كاين. دابا المواطن هو المتضرر من الدرجه الاولى. دابا كلشي ولا مضرور، المواطن مضرور وسائق الطاكسي حتى هو مضرور، ولكن الحمد لله تنتمناو الخير من القدام. تماما الاخ طارق، واحد السيد طارق قال لك بصح الناس راه عيقوا، كتلقى في الدار وحده فيها 4 طوموبيلات، المدام هي البنت الولد هكا 4 طوموبيلات وخدام، هادو كيخلي حتى الازدحام في الطريق، كتولي الروينه. اغلبيه كانوا يمشيو للمدينه ما لقاوش شافين بلاصيو، دابا ولا تيعطيك 7 دراهم ويمشي معاك من البرنوسي مثلا للمدينه، تيقول لك خويا مرطي 7 دراهم وهاني من الزحام، هاني من ديرونجمو، هاني فين البلاصي. اغلبيه الناس جاتهم مزيانه دابا كاع كاين اللي حط الطوموبيلات، والله يا الله خويا لا رابحين قسما بالله. حط طوموبيلاتو كيمشي يقضي غرضو وعندو رباح، ما يقول لا زحام، ما يقول حرق الضوء، ما يقول ما كاينش فين بلاصي، والله يا خويا لا بخير وعلى خير، لكن الحمد لله. شكرا اخ هشام وكنشكروك. تحياتي لشوف تي في. موعد اخر ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله مرحبا 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 زوينه و الحمد لله مرحبا ونعاودو نديرو معاك واحد تنتمناو. مرحبا اخويا مرحبا مرحبا تحياتي.